إلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى. الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف واجه الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بقيادة حمدي أصافي المدير الفني للفريق في الزمالك في 8 مساء اليوم ضمن منافسات الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز. وتقام المباراة ضمن الجولة 10 من المسابقة، حيث نجح الأهلي في الفوز بكل مبارياته الماضية في الدوري. وتقام المباراة على الصالة المغطاة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. يواجه فريق النادي الأهلي لكرة الماء رجال بقيادة وليد عزة المدير الفني للفريق فريق الجزيرة في إطار الجولة الأخيرة من الدور قبل النهائي، وهي المباراة الفاصلة لتحديد الفريق الصاعد للدور النهائي من بطولة كأس مصر. وكان فريق الأهلي قد فاز بمباراة وخسر مباراة أمام فريق الجزيرة، وتقام المباراة في 9 مساء بنادي هليوبوليس.